لنستطلع على الأوضاع من غزة ينضم إلينا الصحفي أحمد حرب. أهلا بك معنا أحمد، لك أن تطلعنا على الأوضاع. هل ما زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة على القطاع؟ أين تتمركز هذه الغارات تحديدا، أو أين المناطق التي يتم استهدافها؟ إذا كانت هناك حصيلة أولية لعدد الجرحى والضحايا أو حصيلة نهائية حتى هذه اللحظة؟ يعني هذه سلسلة الغارات الإسرائيلية هي ما زالت متواصلة على قطاع غزة. آخر هذه الغارات كان هناك استهداف لمنزل في شارع 10 جنوب مدينة غزة، وأيضا استهداف منزل في غارة إسرائيلية قرب مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط مدينة غزة. هذه الاستهدافات الجديدة التي حصلت في الدقائق الماضية، وأيضا بالإضافة إلى الغارات منذ الليل وحتى ساعات الصباح، الغارات الإسرائيلية التي كانت متلاحقة في كافة محافظات القطاع، في رفح وفي خان يونس وفي بيت حانون الشمالي القطاع. في رفح كان هناك استهداف لخمسة منازل دون تبليغ سكانها، دون سابق إنذار. أسفرت هذه الاستهدافات الإسرائيلية لهذه المنازل أكثر من 20 قتيل، هناك عشرات الإصابات. في بلدة القرارة في خان يونس جنوب القطاع كان هناك استهداف لمنزل أدى إلى خمسة قتلى وعشرات الإصابات في صفوف المواطنين المجاورين للمنزل المستهدف. هذا عدا عن الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي الزراعية الفارغة في مناطق متعددة من القطاع، وأيضا عدا عن الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه النقاط الساحلية على الجهة الغربية لمدينة غزة، بالإضافة إلى المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق القذائف تجاه المنازل التي تقع على الشريط الحدودي. وأيضا كان هناك إطلاق من برشاش المروحية الإسرائيلية تجاه حي الشجاعية وحي التفاح شرق مدينة غزة. هذه مجمل التطورات فيما يتعلق داخل القطاع، وعدد القتلى وصل إلى أكثر من 436، هناك أكثر من 2000 جريح حسب الإحصائية المحدثة لوزارة الصحة التي صدرت صباحا، على الرغم من أن هناك عدد كبير من القتلى سقط في الغارات في ساعات الليل وساعات الصباح، ولكن يعني وزارة الصحة تجري بعض التوثيق وتحصي عدد القتلى من هذه الغارات من أجل أن تنشر يعني إحصائية مؤكدة ورسمية. على كل حال هذه مجمل التطورات الميدانية فيما يتعلق داخل القطاع. خارج القطاع قبل قليل كان هناك إطلاق رشقة صاروخية باتجاه البلدات والمستوطنات المحاذية للقطاع من قبل الفصائل الفلسطينية، ويجري أيضا في المستوطنات في مستوطنة شدروت وكفار عزة ومستوطنات أخرى يعني المحاذية لقطاع غزة العديد من الاشتباكات مع عناصر المسلحة الفلسطينية داخل هذه المستوطنات. حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت بأن هناك اشتباكات عنيفة تجريها قوات الجيش الإسرائيلي مع العناصر المسلحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس داخل هذه المستوطنات. هناك مستوطنين أصيبوا جراء هذه الاشتباكات التي تدور منذ 3 أيام على التوالي. وأيضا يعني كان هناك تصريح لافت لأبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أكد فيه بأن تم تبديل قوات من القوات التي كانت في اليوم الأول لهذه الاقتحامات، وتم استبدالها بقوات جديدة دخلت إلى المستوطنات وتم تزويدها بالذخائر والسلاح. وقال بأنه تم أسر قادة وضباط من جنود الجيش الإسرائيلي وتم اقتيادهم إلى قطاع غزة. هذه التصريحات المسبية الأمس. هذا ما يجري الآن سواء ميدانيا وفي قطاع غزة من غارات وأطلاق صواريخ من قبل الفصائل، وما يجري أيضا خارج القطاع في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة. أحمد، الأمم المتحدة في تصريح لها قبل قليل أو بيان تقول بأن هناك 123 ألف شخص
نزحوا في قطاع غزة، هل لديك معلومات المنازل التي تم استهدافها؟ أين نزح ساكنوها حتى هذه اللحظة؟ 120,000 نازح أو عائلة فلسطينية نزحت، هي أخلت منازلها. هؤلاء يقطنون أو يسكنون في المناطق الحدودية الشرقية للقطاع، كشجاعية، كحي التفاح، كبلدة بيت حنون شمالي القطاع، وأيضا بلدة بيت لاهية شمالي القطاع. قاتلو هذه المناطق نزحوا إلى وسط المدينة وباتجاه مدارس الأنوروا للإيواء والاحتماء بها. بسبب أن هناك غارات يعني إسرائيلية قد تستهدفهم في أي لحظة، وحدة الاشتباكات والقصف الإسرائيلي في المناطق الحدودية يكون عادة بشكل كبير وكثيف. فبالتالي هم استبقوا الأمور وأخذوا خطوة إجرائية وقائية من أجل حماية أنفسهم، والآن الأنروا سوف تبدأ بتقديم الاحتياجات الأساسية لهم فقط لمدة أسبوعين. بعد أسبوعين سوف يكون هناك مشكلة أمام الأنروا في توفير هذه الاحتياجات بسبب إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وهناك قرار إسرائيلي بمنع إدخال الوقود والسولار والبضائع والسلع إلى قطاع غزة بشكل منذ يعني بدء الحرب. كان هناك قرار إسرائيلي، هناك جهات تعمل على يعني فتح ممرات إنسانية لإدخال هذه البضائع والسولار إلى غزة من أجل إدامة وتزويد محطة الكهرباء بالوقود، لأن يوم الأربعاء حسب ما علمنا سوف ينتهي الوقود المتواجد في شركة الوقود. طيب أحمد، أشكرك على كل هذه الإيضاحات حتى هذه اللحظة من غزة، الصحفي أحمد حرب، شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.